الصين بنات المبدعون من المصريين. علينا أن نترحم على أمهات منهم، وعلينا أن ندعم كل مبدع مصري ساهم وأثر في تشكيل البلدان العربية. وأدعوكم جميعا باسم مصر وباسم المبدعين المصريين أن تحيوا معي من أحب مصر من كل قلبه. يجلس بيننا اليوم شخص مصري هوى ومصري ثقافة ومحب وعاشق وداعم لمصر وشعبها. أدعوكم أن تحيوا معي السيد خلف أحمد حق. من السادة الوزراء الموجودين بيننا بحييهم وبشكرهم، وبشكر السيد رئيس الوزراء، وبشكر كافة الوزراء، وعلى رأسهم السيد حلمي لمنا. إن السيد وزير الثقافة حاضر بناء على تكليف وتفريغ من السيد رئيس الوزراء الحكومي، السيد وزير السياحة، والسيد وزير المالية ونائب وزير المالية، مش عارف السيدة سحر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي هي جاية في الطريق. طبعا انا في ناس كتير وركابة كبيرة، دكتور حسام بلاوي وسيادة الوزير اللي عزتنا ايام كان وزير المالية احمد جلال، بيحبوا جامد قوي وساعدنا قوي لما كان وزير المالية، الدكتور عبد اللطيف مستشار السيد الرئيس الاقتصادي. كل مؤسسات الدولة المصرية مهتمة جدا بالابداع المصري، اخيرا يعني بعد سنين طوال من عدم التقدير اخيرا اهتمت بحاجة الابداع وبالقوى الناعمة وأدركت حجم تأثيرها، والحمد لله في دعم كتير. أعتقد إن السيد وزير الثقافة هيقول لنا كلمة صغيرة عنها. بطل هذا الحفل هو الرجل اللي عرفته قريب جدا وعرفته عن طرق، فأنا مش هتكلم كتير عنه، أنا هوريكم حاجة كده ست دقايق عن هذا الرجل، عشان لان احنا بتوع لغه الصوره واحنا بتوع تكسيك اللحظه، فاحنا مش بتوع لغه الكلام. الصحافه يا سياده الوزير هو بتاع الكلام، لكن احنا بتوع الصوره. فقبل ما انا اتكلم اي كلمه في صالح هذا الرجل، ولا اقول لكم قد ايه انا بعتز بيه وبعتز بتجربته السريه جدا الملهمه جدا، بدعوكم ان احنا نشوف ست دقائق عن هذا الرجل. على الدور الأمريكي في هذا البرنامج. في أمريكا، دكتور بروفيسور. على الدور الأمريكي. Thank you.
السيسي والبغدادي كان عندنا مشروعات كثيره جدا حاولنا ان نتكلم سويا مع فوق ولا اجتماع كما هو بصمه هائله في الارتقاء بالانسان واسس وساعد في تمويل التركيز من المشروعات الخيريه عن مشروع ادويه للتربيه المدنيه والتمكن في انشاء وتمويل مؤسسات علميه وثقافيه وتعليميه غير ذات الربح في التأثير من أرضاء العالم سأتحقوا إليك بما يجب أن 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 العمل الدفوق أولا وقبل أي شيء هو سر النجاح فالنظام الأمازم والسر المعنى يرغب حاضر الأمازم الأمازم كبيرة الدول ويقول ما أن الاستثمار الحجري لا بد أن يكون من أجل البشر والجو يستثمر في البشر وأيضا من أجل سعادة ورقي البشر لذا قرر اليوم الدخول إلى المجال الذي يشكل وجود الأجيال الجديدة المجال الذي يساعد في إعادة وإحياء منظومة القيم الجديدة توقفنا علينا وارتحت في زحمة المجالات الذي نعيشه المكان الذي يساهم في تصحيح صورتنا امام العالم ويعيد تاثيرنا الا انه وصل ان يعيدنا ثالث يوسف وبالتعامل مع اوتاد من كبار نجومنا ومبدعينا سيشعر بالحماس في الجسد العميق ويصنع باذن الله تاريخا جديدا لذلك الكون الساحر هذا الرجل حصل على العديد من الجوائز والأوسمة المحلية والعربية والعالمية لكن اليوم نضع نصب عينين في هذا التاريخ الجديد للسينما المصرية استعدوا لنشهد معنا عصرا جديدا للسينما المصرية أنا صفيت أكيد للسيد سفير دولة الإمارات عشان أتكلم عن الإمارات أنا ما أعطيش أراح في الحول كنت لازم أراح فيه عندما أتحدث عن الإمارات عندما نتحدث عن الإمارات إحنا نتحدث عن الشيء زايد بالمكان الشيء راشد عن رجل اسمه الشيء زايد كلنا عارفين هذه البيضاء على الأمة العربية والعالم كله لكن الأهم من كل ده أنا في رأيي يوم أن كانت المواجهة بالدم وبالنار على خط النار كان هو أول من بدأ تقاتل بدون عن كل دول المتعاون مع إسرائيل وقال بنت خالدة الدم العربي ليس أغلى من البترول العربي هذا الرجل قد تعلم منه السيد خالد مقتول تعلم منه الحكمة وتعلم من السيد راشد المفهوم التحدي فنتج عنه السيد خالد المقتول عشان كده انا لما السيد خالد المقتول قال لما يشوفني انا اكون سعيد جدا انسان عنه ما كنتش شرفت بيه الصوره بتاعتنا في الخارج كلنا عارفين ان احنا متهمين بالارهاب ومتهمين ان احنا بننتهي بنصوص فيها عنيفه للاخر الكلام ده كله هذا الرجل قال على نفسه انه يحاول ان يصحح هذه الصوره ما هياش عليه وحده هو هيحاول بس لازم كل المنتهين الموجودين دول واللي مش موجودين يساعدوه ان احنا نصنع صورتنا ونصدر الوقت الحضاري للعرب والوقت السامح لاسلام لاسلامنا العميق. في خواطر بقى باذن الله في حاجاتنا بقى مجموعه المنتهين المصريين مع السيد خلف يقدروا يعملوا الحلم اللي احنا بنحلم بيه ده ان احنا نقدم افلام تهزم الوجدان بجد ترتقي الحس الانساني وتصحح صورتنا في الخارج. اعتقد ان دي مهمه جليله طلع بها السيد خلف ونرجو له التوفيق مع كل نجومنا وكل مدعينا الكبار اللي انا شايفه. دلوقتي هنستمع الى كلمه السيد خالد الحضور. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هذا اليوم يوم موعود باذن الله تعالى بحضوركم جميعا واشكركم بالحضور واشكر الاستاذ يوسف والاخ الاستاذ خالد ابو بكر والجميع
الاستشاره بيني وبين وزير السياحه فيما بعد المحادثه فيها. مبدا الحقيقه نحن رحنا المسار خالد يوسف ربح هذا الرجل الفاضل اللي هو من اهم الناس الحقيقه في موضوع الفن والثقافه والفكر. فاتمنى باذن الله ان نتعاون ونكون لديه نتائج طيبه ان شاء الله. ان استثماري انا او دعمي لموضوع الانتاج السينمائي ليس من موضوع ان اتوقع مجهود هنا او اتوقع ان الواحد يبتدي وراه. بس يمكن ان محمدا بمصر وشعب مصر وارض مصر يجب علينا ان نرفع شويه ونشكر الفنانين والفنانات المصريين الموجودين في الحمله الان. هذا الشيء الحقيقي يفرحنا ويرفع راسنا. ورحمه الله على المغربيين اللي هم كانوا مسهلين وكانوا شيء يفرح ويرفع الراس من الفن العالمي في الزمن الماضي. بس اللي يجب علينا ان ندعم الشباب والشابات وتنجد على اساس ان نحن ندعم الجامعات والمدارس في كل العلوم. وهذا شيء ثقافه والثقافه لا تكفي اني انا فقط اقرا كتاب. بس لا الثقافه ان موضوع الافلام وان كتابه السيناريو وانا اخر مثال. هذا الشيء الحقيقي اللي يجب علينا ان ما نشكر نحرك العالم العربي. فطلبت من نفسي انا اني اوقع مع الاستاذ خالد يوسف ان نعمل هذا وندعم هذا. وانا حاضر لاني عندي ثقه كبيره في خالد يوسف ان باذن الله ان ينتج الافلام الممتازه والاخلاقي اللي ترفع من مستوى سمعتنا العربيه والاسلاميه في العالم كله ولا نطلع مستويات ضعيفه. مع الاسف الشديد نبغي ان نكون في مستوى الافلام العالميه. وانا عندي ثقه كبيره في خالد يوسف انه يوصل الى هذا المستوى لانه سمعته وهو معروف فنيا. وان شاء الله نبتدي بسرعه نعيد المفتاح في ايطاليا ونحن وراء الخاطر وفكر وياه. وان شاء الله ان توفقنا جميعا وان توفق الامور في بلاد هذا. والسلام عليكم ورحمه الله.